السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم تاريخ من الشارع. الرئيس محمد أنور السادات جيب نفسه لمدينة المحلة وبالتحديد لقرية ضمرو علشان يحضر فرح بنت الراجل ده. مين الراجل ده وإيه حكايته مع الرئيس محمد أنور السادات؟ وليه الرئيس محمد أنور السادات قال له أنت شريكي في الرئاسة؟ معاكم أحمد زاهر وحلقة جديدة ورد الجميل. قصتنا النهاردة كتبها الرئيس محمد أنور السادات بنفسه في جريدة مايو في عددها الصادر يوم 3 مارس 1981. قال فيها أنه في سنة 1944 قدر يهرب من المعتقل بعد اتهامه بالاشتراك في قتل أمين عثمان وزير المالية السابق، وغير اسمه لمحمد نور الدين واشتغل عتال على عربية نقل كانت محملة أسمنت في طريقها القرية بشبيش. المطر يومها كان شديد وكان شبه مستحيل انهم يقدروا يوصلوا للقرية، وحظه الحلو حطوا قدام الحج محمود صادق سنبل ابن قرية ضمرو اللي نصحهم بعدم الذهاب للقرية لان العربية ممكن تتقلب بسبب سوء الاحوال الجوية. واوى محمد انور السادات في بيته من غير ما يعرف هو مين. وكمل الرئيس محمد انور السادات كلامه عن مدى شهامة وشجاعة الراجل ده، وانه ما يعرفش اذا كان الراجل ده ميت ولا حي، بس الشيء المؤكد انه منسيش ومش هينسى فضل الراجل ده عليه. وبمجرد نزول مقال الرئيس في الجرايد حاول صحفيين من جرنان الاهرام الوصول للراجل ده، ولما قدروا يوصلوا ليه الراجل انكر وقال لهم انا راجل عندي 67 سنة، دوروا على سواق صغير في السن تعملوا عليه التمثيلية دي. ولما الراجل اتأكد ان الامر بجد قالوا له اطلب اي شيء من الرئيس محمد انور السادات وهو يحققه لك. الراجل قال لهم أنا كل اللي طالبه إن الطريق اللي مش عليه الرئيس من 37 سنة يتم رصفه وإصلاحه. ولما بيعرف الرئيس محمد أنور السادات بيقرر مقابلة الراجل ده، وأول ما بيشوفه بيقول له أهلا بالأحضان، أهلا بيك يا شريكي في الرئاسة، لولا أنك قويتني في بيتك من 37 سنة كان زماني ميت، أطلب أي شيء وأنا حققه لك. الراجل بيجدد طلبه في إصلاح الطريق وبس. الرئيس محمد أنور السادات بيضحك ويقول له طب حتى اطلب شيء لأولادك؟ الراجل بيقول له أنا ربنا كرمني بثلاث ولاد مهندسين وابن دكتور وثلاث بنات، اتنين منهم متجوزين وواحدة فرحها قريب. فالرئيس محمد أنور السادات بيقول له يبقى لازم تعزمني على فرحها في بيتكو في قرية ضمرو. وبالفعل الرئيس محمد أنور السادات بيحضر لقرية ضمرو ويقدم التهنئة للعروسين وللحج محمود صادق سنبل. في النهاية ما يعرفش الفضل إلا أهل الفضل، ولا يقدر المعروف ويصونه إلا أولاد الأصول. أشوفكم على خير في حلقة جديدة.